إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الطابضة، بالضبط من وسط المدينة في تجربة لايف غادي تشاهدوها معنا مشاهدينا الكرام. حاليا واقفين نشوفوا واش سائق جدل كبير عفوا، قبل ما نشرح لكم التجربة كيفاش غتكون، جدل كبير واقع حاليا بين أصحاب الطاكسيات والمواطنين. فئة كتقول ان اصحاب الطاكسيات ما كيبغيوش يهزوا الناس. حنا هادشي علاش نزلنا الشارع في هاد اللحظات ونشوفوا واش بصح سائق طاكسي غيبغي يدينا حنا جوج الناس، غيدينا لواحد النقطة من هنا من وسط المدينة. هادشي اللي غنشوفوا ان شاء الله. حنا وسط المدينة غنبغيو ان شاء الله الاناسي، شوفوا مول الطاكسي واش غيبغي يدينا. اللي كنبغي نقول لكم مشاهدي الكرام هو انكم عفاكم تبارطاجيو هذا المباشر لاوسع حدود وتشوفوا معنا واش مول الطاكسي غادي يبغي يدينا ولا لا، واش غيبغي يهز الركاب. هادشي اللي غنشوفوا ان شاء الله من خلال هذا المباشر. حاليا جايين جوج طاكسيات غنحاولوا اننا نشيروا لهم. الاول شيرنا ليه مجاش، الثاني الثالث الرابع، باقي لحدود الساعه نشوفوا ان شاء الله واش غيبغي شي طاكسي انه يهزنا ولا لا. دابا حاليا وصلنا لجوج دقائق غنشوفوا ان شاء الله واش غادي يبغي طاكسي انه يدينا ولا لا. هادشي ان شاء الله اللي غنشوفو من خلال هذا المباشر مشاهدي قناة شوف تيفي. هو طاكسي جاي، تقريبا جوج الناس. السلام عليكم سيد، بخير لاباس بس أمرك؟ أناسي؟ لا بارك الله عليك، شكرا. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا مبغاش أنه يدينا. عبد الله قال لك الا بغيتي تركب خاص تكون غير بوحدك. واخويا حنا غادي نشوفو ان شاء الله اش كاين. كاين الناس اللي كيكونوا ثلاثه، كاين الناس كيكونوا جوج، كاين اللي كيكون بوحدو، كاين اللي خارج من الخدمه. حنا غادي نشوفو، حنا على المباشر غادي نشاهدو ان شاء الله. الطاكسي الاول كيف ما سمعتو معنا غاديش الاناسي، ها هو طاكسي اخر نشوفوه. هي بسبب هذا الجدل الكبير داكشي علاش خرجنا حنا للشارع مشاهدينا الكرام، يعني باش انا راه كنشير لاي طاكسي باش نحطكم في الصوره. اي طاكسي داز راه كنشير ليه باش تشوفوا واش غيبغي يهزنا ولا لا، باش نحطكم في الصوره. يعني علاش خرجنا للشارع مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بسبب الجدل الكبير اللي واقع دابا حاليا بين المواطنين صحاب الطاكسيات. يعني كاين مواطن اللي كيقول لك ان الطاكسيات ما كيهزوناش ملي كنكونوا ثلاثه، كاين اللي كيقول ان الطاكسيات ما كيبغيوش يديونا لبلاصه بعيده. هادشي علاش نزلنا حاليا ونشوفوا واش هادشي بصح ولا لا. ناديه كتقول لك هما وقالش انا غنشوفو هو طاكسي حاليا دابا جاي. حنا جوج الناس واقفين وسط المدينه. شيري لادا السلام عليكم اناسي بارك الله عليك، مبغاش انه يدينا الاناسي.